بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. تاني موضوع هناخده بعنوان أبواب الحكمة. الحكمة زي تصوروها كده جنينة ضخمة جدا بس ليها أبواب، وكل باب احنا هناخد كم باب كده فعلا يدخلوا على الحكمة، كلهم يكملوا بعض لكن أي باب منهم تركز فيه تدخل. بس احنا بنتكلم على الحكمة بتاعت ربنا، الحكمة الروحية، الحكمة السماوية، مش الذكاء، مش الخبز، مش الدهاء، مش المكر، مش الاي كيو، مش معلومات الدنيا. ممكن يبقى واحد فلاح امي احكم جدا من استاذ جامعة من ناحية العلم، لا طبعا، لكن من ناحية الحكمة الروحية في فرق كبير قوي. زي القديس أرسانيوس اللي كان معلم أولاد الملوك، يعني ده بقى يعني أعظم من أي أستاذ جامعة في زمنه. لما جم له ناس أجانب يزوروه في البرية استغربوا أنه قاعد جنب الناس يعني فلاحين بسطة جدا رهبان ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، قال لهم صدقوني الألفا فيتا اللي يعرفوها الجماعة دول أنا ما تعلمتهاش، الألف ب الروحية اللي عارفينها الرهبان دول أنا لسه ما فهمتهاش. ففي فرق بين الحكمة الروحية اللي جاية من فوق دي وبين الحكمة اللي هي خبرات الحياة على شوية قرايات على شوية لغات على شوية سفريات. لا لا لا، دي حاجة تاني، مش ده اللي يقصده الكتاب خالص. الحكمة ببساطة زي ما قالها واحد من القديسين، أن تعمل ما يريد الله منك في كل لحظة. إيه دي الحكمة بالظبط؟ انك بتعمل في كل لحظة اللي ربنا مستنيك تعمله. وساعتها ايه؟ ممكن تكون مش كلام، يعني امنا العذراء ساعات نسميها الحكيمة، انت ما بتتكلمش ما بتوعظ ما بتبشرش بس حكيمة جدا، لان ربنا ما كانش عاوزها تعمل اكتر من اللي عملته، فبقت يعني ايه في الحكمة 10/10. مش لازم يكون وعظ ولا يعني كرازة بالشكل الحرفي، لا، بس الواحد يعرف بالظبط ربنا مستني منه ايه، يقول ايه، يعمل ايه. ايه دي الحكمة في كل موقف؟ ربنا لو مطرحه كان قال ايه ولا عمل ايه؟ ايه دي الحكمة الروحية صحيح؟ تعالوا نشوف ابواب الحكمة. في آية بتقول ايه؟ الآن ايها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي. اللي بتكلم دي الحكمة، اول الاصحاح امثال 8 بالذات بتقول انا الحكمة. وطبعا لما تقول انا الحكمة ما بقتش الحكمة مجرد صفة على فكرة، بقت شخص. وعشان كده نقول ساعات سليمان الحكيم يتكلم عن الحكمة كصفة ويتكلم عنها كشخص، شخص يبقى المسيح لانه مصدر كل حكمة، كصفة يبقى احنا نبقى حكماء لما نقرب من المسيح، فالمعنى هو هو. طوبى للذين يحفظون طرقي، يبقى اللي بيتكلم ربنا يسوع او الحكمة. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي للحكمة، ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. من هنا جبنا كلمة إيه؟ أبواب الحكمة. يعني يا بخت اللي قاعد جنب باب الحكمة ماسك المصاريع اللي هي إيه؟ عاوز يفتحها عشان يدخل، يا بخته. أنتوا عاملين كده دلوقتي، التطويب ده عليكم، أنتوا جايين عشان تتعلموا، يا بختكم، طوبى لكم القعدة دي وقعدتك مع الإنجيل في بيتك، والوقت اللي بتديه تسمع كلمة من ربنا، والوقت اللي بتكلم بتقول له يا رب اديني حكمة، شاطر، طوبى لك. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا، يا ريتك كمان تسهر عشان تتعرف، كل يوم عند مصاريع حافظا قوائم أبوابي. لأن من يجدني يجد الحياة، اللي يلاقي الحكمة يلاقي ربنا أو يلاقي الأبدية، وينال رضا من الرب. ومن يخطئ عني، من يحيد عني، اللي يطلع بره الخط يضر نفسه. من يخطئ عني يضر نفسه، اللي لسه ما فهمش حكمة ربنا بيأذي روحه. كل مبغضية يحبون الموت. يعني ايه؟ في ناس بتكره الحكمة طبعا، اصل الحكمة تفهموا منها دلوقتي اساسها انك تصلح طريقك، في ناس مش عاوزة تصلح طريقها، في ناس بتكره سيرة التوبة، في ناس مش عاوزة تشوف غلطها، في ناس مش عاوزة تسمع تعليم عن ربنا لأنه بيضايقها. فاللي بيكره الحكمة بيكره حياته،
بيحب الموت، بيحب الهلاك. أول باب أتكلم عن أبواب الحكم. أول باب هنسميه باب الصلاة. الصلاة هي أسهل وأول باب يفتح على الحكم. وعندنا كلمة جميلة ليعقوب الحكيم، زي ما في سليمان الحكيم في يعقوب الحكيم. يعقوب ده اللي كان أول أسقف لأورشليم، واحد من التلاميذ ال 12، ابن خالة ربنا يسوع له المجد. يعقوب قال كلام حكيم قوي: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب. أهو الباب أهو، فليطلب، يفتح، يخبط، خبط على الباب: يا رب اديني حكمة. طريق سهل جدا، بس ايه عند مصاريع يعني تفضل ايه تحاول تفتح، تحاول تفتح، الموضوع مش هيجي من اول مرة. افضل سهران بتزن في قولة اديني يا رب حكم. فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء، يعني تدخل جوه بقى تتمشى وتتفرج وتاكل وتشرب وتشبع، جوه في شغل كتير. ولا يعير، لا يعير كمان احد، معنيها ما يديكش بمعيار، يعني يديك من غير ما يعد عليك، ما يحسبش هو بيدي ربنا. احنا لما ندي نحسب اديتك 100 جنيه 200 جنيه، ربنا لما يدي ما بيحسبش، يعطى لك بدون معيار. ولكن ليطلب بإيمان، يعني وانت بتقول له رب اديني حكمة، تبقى عارف انك هتاخد، يعني مستني تاخد، تبقى مصدق ان ربنا عاوز يديك حكمة. مش بقول تطلع من الصلاة بقيت حكيم زمانك، مش كده، بس تبقى مصدق ان ربنا عاجبه الطلب وهيدي. فتبقى حاسس انه مع كل مرة تقول يا رب اديني حكمة انت ماشي صح، لان هو قال لك كده: اطلب تاخد، اطلبه تجده. ليطلب بإيمان غير مرتاب البت، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، يعني طالع نازل طالع، هيسمعني مش هيسمعني؟ لا بلاش كده، هيسمعك طبعا. فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. المتذبذب ده مش هياخد. رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. نحكي لكم حكاية الصلاة والحكمة. أوضح مثل في التاريخ هو سليمان. سليمان تولى الملك كان في بداية العشرينات يعتقد كده. أبو داود كان يعني شخص عظيم جدا في آخر حياته، من ناحية الملك والحكمة والعظمة، عمل مملكة مستقرة جدا ما حصلش قبلها ولا بعدها. فطبعا ساب له تركة ضخمة جدا، مؤساة يعني، دولة ضخمة مترامية الأطراف. مملكة إسرائيل وقت داود مستقرة، فيها جيش ضخم، فيها عشرات الآلاف من المغنيين اللاويين، عمل لهم سيستم تسبيح صبح وليل، حاطط سيستمز إدارية مانجمنت يعني مش موجود زيه دلوقتي. يعني في ناس بتعمل دراسات على الإدارة في وقت داود وسليمان، من كتر ما إزاي وصلوا 1000 سنة قبل المسيح إلى هذا المستوى، إنه بيتحكموا في بلاد العالم بشكل إداري محكم جدا وبأقل مجهود، حاجة يعني عظيمة. سليمان بقى استلم ده كله فجأة. داود مات 70 سنة وساب له تركة مش قليلة أبدا، وسليمان مش كبير الإخوات، سليمان ده في النص، فكان صغير ما كانش كبير، فكان مخضوض قوي من المسؤولية. إنما هو شرب من أبوه حتة كويسة قوي، إن أي حاجة أنت عاوزها تطلبها، أبوك ربنا، أي حاجة عاوزها كويسة اجري على ربنا مش هيحوش عنك. يمكن ده الدرس الأساسي اللي خده سليمان من داود، وده اللي أنقذه على فكرة. الدرس ده هو اللي فضل معاه لغاية ما عدله في الآخر ورجعه لحضن ربنا. فسليمان لقى نفسه محتاج كلمة واحدة اسمها إيه؟ حكمة. مش هقدر أدير المركب الضخمة ده وأنا صغير كده، ده أنا حواليا مستشارين قد أبويا، وكلهم طبعا يعني لو حبوا يلعبوا بيه يلعبوا، وببلاد وملوك وعلاقات وشغلة كبيرة قوي. في جبعون تراءى الرب لسليمان. اللي حصل بقى انه راح حتة اسمها جبعون، بيسموها المرتفعة العظمى، ما كانش لسه فيه هيكل خلي بالكم. ففي مكان عالي كده كانوا عاملين في مسبح مقدس يقدموا فيه ذبائح. راح بعد الظهر قدم ذبيحة، وبعدين فوجئنا بسليمان: هات ذبيحة تاني، هات تالت، هات رابع،
قعد حوالي 6 7 ساعات رفع 1000 ذبيحة لربنا، 1000 ذبيحة في الليلة دي بشكل مش مفهوم، لأن مفيش حاجة في الشريعة كده. عارفين معناها إيه؟ عاوز حكمة يا رب، ذبيحة، عاوز حكمة يا رب، ذبيحة. فاهمين الفكرة؟ مش عاوز يخلص من كتر إحساسه أنا محتاج، أنا محتاج الحكمة. على وش الفجر الراجل ده طبعا تعب، فاهمين ازاي، من السهر والطلب والتضرع. فشاف المسيح في حلم، تراءى الرب لسليمان، دي أول مرة في حياة سليمان يشوف المسيح، شاف في حلم ليلا، وقال الله اسأل ماذا أعطيك. أتاري هو كل الذبايح دي عاوز يطلب طلب، عاوز ايه؟ فقال سليمان أنك فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة، حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة. يعني أنا رب مش بنكر اللي أنا فيه ده رحمة كبيرة قوي، إن أنا أكون ملك أكبر مملكة في العالم أنا ما عملش حاجة، دي رحمة منك. داود ده كان راعي أغنام وأنا ابنه صغير، يعني إيه اللي وصلنا لده كله؟ وأعطيت ابنا يجلس على كرسيك هذا اليوم والآن. خلي بالكم المقدمة دي حكمة برضه، إنه بيشكر الأول وبيقدر الأول. أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول. شوفوا بقى هنا حتة مهمة هنرجع لها، التواضع دي، أنا لا بعرف أدخل ولا أخرج. في لما واحد يقول لك أنا ما بعرفش أكتب كلمتين على بعض، يقولوا له أعمل موسوعة مثلا، فقال له أنا ما بعرفش أدخل وأخرج، وأنت حطيتني ملك مكان أبويا، الموضوع كبير قوي. وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كتير لا يحصى ولا يعد من القطرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز. خلي بالكوا التعبيرات، ادي عبدك قلب بيفهم، لأن الحكاية من جوه، ويميز. يبقى الحكمة أحد أسمائها الحلوة كمان التمييز. التمييز يعني إيه؟ تعرف تقول دي صح دي غلط، دي بلاش دي تمشي. التمييز ده هو أهم معالم الحكمة، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا؟ فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر. فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة ولا سألت لنفسك غنى. طبعا المسيح قصاده بيقول لك اسأل ماذا أعطيك، يعني أؤمر. إيه ده؟ يقول بقى اللي هو عاوزه. قال له أنت لا طلبت عمر طويل ولا طلبت غنى ولا سألت أنفس أعدائك، كل ده كان ممكن أديهولك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم. يبقى كلمة تمييز وفهم وحكمة تقريبا معنى واحد، حكمة فهم تمييز، دول كلمات تقريبا زي بعض. هو ده قد فعلت حسب كلامك، هو ده أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله، غنى وكرامة، حتى أنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. يبقى أول باب يا جماعة اقرعوا يفتح لكم. عاوز تبقى حكيم خبط زن اطلب. ربنا بيحب الطلب ده، من الطلبات المحبوبة عند ربنا انك تقول له رب اديني حكمة، لان معناها ضمنيا انا مش بفهم انا جاهل، ضمنيا معناها انك مش شايف في نفسك حكمة. عشان كده هتيجي لسه باب التواضع، اكتر واحد هيعمل دي بتلقائية اللي شايف نفسه صغير قوي، واللي شايف نفسه مش قد المشاكل ومش عارف يفكر، والهموم كتير عليه، التحديات كبيرة عليه، فهيزن صبح وليل يا رب اديني حكمة، او ده اللي هياخد كتير قوي. انما للأسف كلنا بعد فترة من الحياة من الخبرات بنثق في خبراتنا، فبنحس ان الطلب ده وماله، يعني وماله لو عاوز تديني حكمة، يعني كأني مش محتاج قوي يعني، وبالتالي ما بناخدش، او بناخد قشور. لكن واحد زي سليمان حاسس المسؤوليه كبيره قوي وهو صغير قوي، والف ذبيحه وليله للصبح، ده الشغل المظبوط. من تعوزه حكمه فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء.
فسيعطى له. يبقى طلب الحكمة بداية هيديك حكمة، طلب الحكمة هيديك حكمة. وتصوروا ان الحكمة دي يا جماعة يعني كنز، فانت ايه خدت جوهرة تاخد اتنين، تاخد عشرة، تاخد مية، تاخد الف، تاخد مليون. اذا الحكمة مش all or none، مش once، مش مرة، لا، ده الحكمة دي رصيد هيزيد، فانت كل ما تطلب تلاقي الحكمة بتزيد. فما حدش يفتكر انا طلبتها، ما فيش حاجة انا طلبتها، ما تنفعش معاها فعل ماضي. دي احنا بنتكلم الحكمة هي المسيح، هتاخده كله ازاي؟ من ملئه نحن جميعا اخذنا. يلا خد اغرف على قد ما تقدر، لكن الموضوع مش هيخلص، هيفضل طول العمر الواحد يقول يا رب اديني حكمة. لما تطلب حكمة تاخد حكمة وتاخد معاها غنى. خدتوا بالكم ربنا قال لسليمان ايه؟ قال له ايه؟ هديك الحكمة وهديك معاها غنى وكرامة، وضمنيا كان قال له لو كنت طلبت نفوس اعدائك نصرة. يبقى في ثلاث بركات يجوا ضمنيا في ديل الحكمة، لو كنت حكيم فأنت غني غنى روحي، ولو كنت حكيم صرت مكرما في عيني الله، ولو كنت حكيم ما أسهل أن تنتصر على أعدائك. فالثلاث طلبات اللي يفرقوا مع البشر كلهم، البشر مشغولين بإيه؟ عاوزين غنى، يقول خليه غنى بطريقتي. والناس عاوزة كرامة، يا دي كرامة بس أغلى كتير من اللي في الدنيا. والناس عاوزة تغلب الأعداء، أيا كانوا الأعداء، خليك تغلب الشياطين مش الأعداء البشر. إذا اللي يطلب حكمة ياخد حكمة وياخد معاه أغلى ثلاث حاجات ممكن يطلبهم إنسان. غنى روحي تاخد بقى فضائل، مع الحكمة تلاقي نفسك وديع وصبور وبالك طويل وهادي وإيمانك قوي. أي فضيلة تخطر لك على بابها تبقى على بالها، تبقى ضمن الكنز بتاعك. الكرامة تبقى مكرما في عيني الله وعيني الناس كمان. من ناحية النصرة أعطيك أنفس أعدائك، شياطين ما يقدروش عليك لأنك حكيم حكمة روحية. ده كان أول باب. تاني باب باب التوبة. سليمان لما اتولد كان له قصة مهمة نراجعها. سليمان هو الابن الشرعي للزوجة التي لم تكن شرعية. بمعنى ايه؟ فاكرين قصة خطية داود؟ داود أخطأ خطية كبيرة جدا، ونتاج الزنا الطفل مات. الأوتكم الأولاني ده، لأن أجرة الخطية موت، لا، الطفل ده مات. حتى لما داود تزلل قال له دي أجرة الخطية، مش هيعيش. لكن داود تزلل وتاب، فما بقتش أجرة الخطية، بقت أجرة التوبة. خلي بالكم، فالطفل اللي جه بعد جواز داود ببشبع بعد التوبة كان سليمان، قبل التوبة كان الطفل النكر اللي مات. واضح المعنى اللي يقصده الكتاب؟ إذا بدون توبة موت، خراب. خلي بالكم بصراحة كانت فيها حكمة بشرية في الأول، يعني داود اتخابس وتآمر عشان يخلص من الراجل ويغطي على العملة. كل دي اسمها حكمة ايه؟ أرضية، نفسانية، شيطانية، بس عمل فيها لئيم وحاول يغطي على عملته، وصلت معاه إلى كذب وغش ولخبطة فظيعة. كل ده في نظر الدنيا حكمة، كانت نتيجتها ايه؟ خراب وموت. لما تاب، ده باب الحكمة بقى، تاب توبة مرة، توبة حقيقية. مزمور الخمسين بقى اللي بنقوله كل يوم، ومزامير كتير قالها في الفترة دي كلها، ارحمني يا رب ارحمني. وكثيرا ما امتلأت نفوس نعارا، واحساس بقى بالذل والصدق في التوبة. مع التوبة ولد الابن الحكيم، جه سليمان احكم انسان بعد كده. فيبقى الباب الثاني للحكمة هي التوبة. اللي عاوز يبقى حكيم يشتغل على التوبة. زي ما قلنا ان الصلاة دي ما بتخلص، تفضل طول عمرك تقول يا رب اديني حكمة. الحقيقة التوبة كمان ما بتخلص، تفضل طول عمرك يا رب صلحني، يا رب غيرني، يا رب لسه في عيوب، يا رب افكاري ليست حسب مرضاتك. مزمور بيقول لكي يكون كل فكر قلبي وكلام فمي مرضية امامك، لسه بدري على الكلام ده.
فالتوبة المستمرة تخلي الواحد حكيم. عشان كده يقول عز داود بشبع امرأته، عزها يعني ايه؟ قال لها ربنا قبل توبتي، ربنا سامحني، احنا دلوقتي في ضمن رضا ربنا، احنا في النور دلوقتي، كنا في الضلمة قبل كده، دلوقتي احنا في النور. فلما عز بشبع بخبر ان احنا طلعنا للنور بالتوبة، بقت الحكاية في النور وربنا رضي، دخل إليه واتجع معه ولدت ابنا فدعا اسمه سليمان. سليمان على فكرة ليه علاقة بكلمة سلام، سليمان يعني يا ملك السلام، عشان كده إشارة للمسيح أو ابن السلام. فالتوبة تولد سلام وتولد حكم، لأن سليمان مشهور بالسلام والحكم. شوف التعبير اللي جاي ده، والرب أحبه، وده سر اختياره للملك. طب ربنا بيحب كل داود وعياله يعني؟ لا، ده ابن التوبة، ده له غلاوة خاصة، ده له ذكرى جميلة عند ربنا، إن ده بعد دموع كتير وبعد انسحاق وبعد اعتراف صادق، فهنا الرب أحبه، فمن ساعتها حط عينه عليه خلاص، قال هو ده اللي يبقى ملك. كان في قبله عيال كتير لداود. وأرسل بيد ناثان النبي، واللي سماه ناثان النبي، شوفوا بقى الشغل المظبوط من أول يوم، ودعا اسمه يد يديا. يد يديا ده اسم الدلع، يد يديا يا الأخرانية يعني يهوى، يد يديا يعني حبيب، فيد يديا يعني حبيب ربنا، يعني قال له ده بتاعنا بقى خلاص، ده حبيبي أنا. فبقى إيه؟ حبيب ربنا سليمان من يومه، كل ده لأنه ابن التوبة. ومن هنا لما ظهر له المسيح واداله الحكمة، عشان نربط التوبة بالحكمة. لما دارت الأيام وداود عجز خالص وبقى في فراش الموت، والمؤامرات ابتدت ان ولاده الكبار عاوزين ياخدوا الملك، لان في عيال اكبر من سليمان، فحاسين ان حقهم ياخدوا الملك. دخلت بشبع الى الملك الى المخدع، وكان الملك قد شاخ جدا على داود، وكانت ابيشج الشونامية تخدم الملك، فخرت بشبع، طبعا هي عجوزة دلوقتي، وسجدت للملك، فقال الملك مالك؟ فقالت له أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لأمتك قائلا سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي. قالت له الحق ابنك الكبير عامل دلوقتي بداية الثورة وبيجمع الناس وهيعلن نفسه ملك وانت عايش. عارفين التصرف كان ايه؟ قال لها نتوج سليمان ملك وانا عايش، مش مهم، يملك في حياتي ما عنديش مشكلة. وجاب رئيس الكهنة ورئيس الجيش وقال لهم تطلعوا بسليمان تعلنوا ان انا اللي بقول سليمان هو الملك وانا عايش، لان طبعا داود مش بيغير من ابنه يعني، غير بقى هيرودس وغير الناس الملوك التانية اللي جم في التاريخ. فهنا فكرة ان سليمان ملك في حياة ابوه باختيار الهي، لان طلع ان ربنا وعد بشبع وداود، وداود وعد أم سليمان من صغره هو ده الملك، لأنه يعني خد الوعد من ربنا بكده. الحكمة مرتبطة بالتوبة. في مثل الابن الضال اللي حكاه ربنا يسوع، أنتوا عارفين ساعات نسميه الابن الشاطر أو الابن الحكيم، ليه؟ هو لمؤاخذة جاهل وغبي، قولوا زي ما تقولوا، لغاية الكلمة اللي هنا، إيه الكلمة دي؟ رجع إلى نفسه. أول ما حصل كده بقى حكيم، أول ما خد موقف وقف مع نفسه، وقف وقال ايه العيشه اللي انا عايشها دي؟ ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ انا ضيعت كل حاجه، انا اتبهدلت بقيت اقل من الخنازير اللي بخدمهم. اول ما رجع الى نفسه وقال في باله، في باله لسه ما اتحركش، اقوم بقى وارجع واعتذر واعترف باللي انا عملته، بس خلاص بقى شاطر، بقى حكيم. هاتوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، ولنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان حكيم جدا، وصار وريث للبيت. خلي بالكم يعني هو ده اللي دخل البيت، يعني دخل الملكوت. الابن الأكبر ما يعرفش سكة التوبة ففضل بره البيت، مع أنه كان ظاهريا يعني كويس، إنما لما رفض يسامح أخوه ومرضاش يعتذر لأبوه إنه ما دخلش البيت، يعني مش عاوز يتغير، مش عاوز يتصلح، شايف نفسه حكيم. خلي بالك الواد التاني ده الكبير ده شايف نفسه بيفهم، فمسك أبوه بهدله
قال له انا بخدمك تعمل كده، واخويا اللي كان معيشتك مع الزواني تكافئه. ولام ابوه لوم عنيف، لا في حب ولا في احترام ولا في اي حاجه. والاب قال له يا ابني انت معايا على طول، اللي عندي كله ليك، ليه بتقول كده؟ كان المفروض نفرح، اخوك كان ميت وعاش. هنا بقى دي حكمة الدنيا، اللي ما تعرفش الحب ما تعرفش الرحمة، تعرف الأنا والمصلحة والكرامة، دي حكمة الدنيا. هذا الحكيم حكمة الدنيا فضل بره البيت، ما نعرفش بقى مصيره. فواضح هنا أن التوبة تخليك حكيم. ده الباب التاني، كل لحظة بتحاسب فيها نفسك بتقول له يا رب ارحمني سامحني غيرني، انت ماشي في سكة الحكمة. وكل لحظة تحس انك حكيم مش محتاج توبة، انت بعيد عن الحكمة خالص. لما وقف زكا وقال انا اعطي نصف اموالي للمساكين، زكا كان قبل كده في نظر الناس داهية، يعني حكمة الدنيا اللي بيجيب بيها ثروات، لان دول طبعا العشرين دول رتب، ده كان رئيس عشرين، فده يعني مركزه كبير، فبذكائه قدر يكسب ويهلب إنما كل ده حكمة أرضية. لما تاب وقال خدوا كل فلوسي ورجعها للي غشتهم وظلمتهم، هنا بدأت الحكمة. زكا ده بقى قديس وبقى أسقف في التاريخ وبقى حاجة جميلة أوي، ولا كناش هنسمع عنه لو ما كانش تاب. لما تاب صار حكيما، الحكمة اللي احنا شغالين عليه. ولما بقى حكيم بقى له مكان في السماء وبقى له رصيد في الملكوت. ثالث باب، أول باب كان باب إيه؟ الصلاة. تاني باب، باب التوبة. بيقول ساهرا عند مصاريعي عند قوائم أبوابي، يعني في ناس بتسهر مشغولة بالأبواب دي، بتدق على الأبواب دي. صار واحد بالليل عمال يزن يا رب عاوز حكمة بكرة عندي مشكلة، واحد تاني يا رب سامحني اليوم لخبط خالص ساعدني أضبط لساني. حكيم، ده حكيم وده حكيم، باب توبة باب صلاة. الباب الثالث باب الخوف. الآية مشهورة، رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيح قائم إلى الأبد. يعني إيه؟ ساعات في سيراخ يقول لك بدء الحكمة مخافة الرب. رأس أو بدء، يعني عاوز تدخل الحكمة رأسها أو بدايتها أو أصلها كلمة خوف ربنا. برضو في الزمن ده إحنا بطلنا نتكلم عن خوف ربنا، بقينا نقول ربنا الحلو الطيب اللي بيحبنا. طب وإيه، يتخاف منه ولا لا؟ يتخاف قوي، مش لأنه بيغدر، ربنا ما بيغدرش، لأنه مخيف هو الوقوع في يد الله، ولأنه لو استهترت بمحبة ربنا هتضيع نفسك جدا. فخوف ربنا معناه أنك بتعمل له حساب، ألف حساب. خوف ربنا ببساطة في واحد تحبه وتعمل له حساب، تعمل حساب لزعله، تعمل حساب لحضوره من حبك فيه. فمفيش أدنى تعارض بين حب ربنا وخوف ربنا، بس لو مفيش خوف ربنا تبقى مش حكيم، وتبقى خطر، خطر عليك هتكمل ولا مش هتكمل. إنما اللي بيخاف ربنا، اللي بيعمل حساب لربنا في كل كلمة وفي كل قرار، هو ده اللي بيخبط على باب الحكم. في لوقا 23 كان في قصة اللصين اللي حوالين المسيح، ودار بينهم حوار غريب. حرامي بيتكلم حكمة الدنيا، إذا كنت بس بجد زي ما بيقولوا عليك ما تنزلنا وخلينا نخلص من الشغلانة دي، وقعد يتريق على المسيح وهم مصلوبين، ومشي على هوى الكتب والفريسين اللي واقفين يقولوا كلام فاضي. اللص اليمين كان حكيم، في لحظة كده بص حواليه وحسبها وقال ايه ده، الطبيعة هيجى ليه؟ الدنيا ظلمت ليه؟ هو المصلوب ده ما بيردش على الناس ليه؟ مستحملهم ليه؟ انا سمعته بيقول اغفر لهم، ازاي ممكن يدعي للناس اللي بتعمل فيه كده؟ انا سمعت عنه ان هم اسلموه حسدا. انا سمعت ان هو ده اللي عمل معجزات والناس كلها كانت بتمشي وراه، وما قالش غير كل خير. انا اقصد هنا ايه؟ قال كلمة بقى اللص اليمين حكيمة جدا. قال للص التاني، ظهر الاتنين عارفين بعض، انتهروا، اجاب الاخر وانتهروا قائلا اولا انت تخاف الله. يا اخي ما بتخافش ربنا حتى واحنا بنموت؟ شوف الحتة الصح دي، انت
طلع هذا اللص اليمين او اللص الاخر اللي ما فيهوش حاجة عدلة في بقية اسمها خوف ربنا، هي دي اللي انقذته. قال له انت ما بتخافش ربنا، معنى كده هذا اللص اللي عاش حرامي وعاش 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 في بقايا، هي دي اللي جابت له خلاص والحكمة انه لسه جوه حتة خوف ربنا. قال احنا هنقابل ربنا دلوقتي، حياتنا كلها سودة، أولا تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه. ده احنا التلاتة بنموت، احنا التلاتة مصلوبين، نحن بعدل، احنا نستاهل اللي احنا فيه، احنا عارفين لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. الكلمة دي مشيت، جيت وراها الكلمة بقى الذهبية بتاعته، اذكرني يا رب، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. خلاص انت كده حكيم تمام. ليه؟ لأنك قلت كلمة مهمة قوي، قلت له يا أخي خاف ربنا، خاف ربنا، ده احنا بنموت، احنا هنقابل ربنا، هنفضل نضحك على نفسنا، هنفضل نقول الكلام الفارغ اللي بيقولوه الناس اللي واقفة تحت الصليب ده، الراجل ده ما عملش حاجة غلط. الخوف اللي جواه ده خلاه حكيم. نقعد نقول بقى في يوم الجمعة العظيمة الناس كلها جريت وهربت وخافت، والتلميذ أنكر، والوحيد اللي شهد شهادة حق اللص، لأنه كان يخاف الله في بقية خوف الله، فكان حكيم. اللي بيخاف ربنا يعرفش يكذب، اللي بيخاف ربنا يقول الحق، اللي بيخاف ربنا يخاف يغضب ربنا، اللي يخاف ربنا يزعل على الكلمة الغلط. فخوف ربنا هو أساس الحكمة. لو حطيت خوف ربنا قصاد عينك ما تعرفش تغلط، تعرفش تقول كلمة زيادة، تتضايق من الفكرة ولا النظرة، كل حاجة تتعدل في حياتك لأن خوف ربنا قصادك. آية تانية تقول فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني إيه يا جماعة؟ خلونا نخاف. نخاف ليه؟ ده في وعد ان المسيح مستنينا في السماء، كلام بقى اللي كلنا بنسمعه، في وعد بالدخول الى راحته. قال ايوة الوعد موجود، وقال انا ذاهب لأعد لكم مكانا، بس لازم نخاف لان في ناس بتخيب ما بتوصلش. الوعد قائم، والمسيح له المجد ما برجعش في كلامه، وبيوضب السماء لأولاده، بس في ناس من هنا للسماء ما بتوصلش. يبقى الحكاية محتاجة ايه؟ فلنخف، لان اللي يخاف يبقى حكيم هيوصل. لو ما خافش مع بقاء وعد قد لا يصل. لو ما خافش من ربنا وما خافش من الدينونة وما خافش يضيع مع بقاء الوعد قد لا يصل. لان هنا بيقول ايه؟ يرى احد منكم انه قد خاب. خاب من الوعد يعني ايه؟ يعني عارف لما تقول لواحد يا غشيم ما هي سهلة، ايه ضيعتها من ايدك ليه؟ عشان سبت الخوف المقدس، سبته. باب الخوف كمان في آية تانية تقول ايه؟ اريكم ممن تخاف. ده المسيح اللي بيتكلم لما كان بيكلموه عن الاضطهاد اللي جاي وكده، قال لهم انتوا بتخافوا من الناس، هيعملوا ايه الناس؟ هيموتوكم؟ متصور التلاميذ ضحكوا بصوا لبعض، يعني هو في بعد كده يعني ولا ايه؟ طبعا بنخاف يموتونا يعني، امال لا؟ قال لا لا في بعد كده طبعا. اريكم ممن تخافوا، انتوا بتخافوا على ايه؟ على عمر؟ ما كده كده هيخلص، كده كده الموت جاي، بايديهم ولا من غير ايديهم؟ كده كده الايام بتخلص. لا اقول لكم تخافوا من مين؟ يبقى ربنا شجع الخوف، بس الخوف الصح. اريكم ممن تخاف، خاف من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. ايه ده يا رب انت بتخوفنا من جهنم؟ اه ينفع كده؟ ينفع كده في العهد الجديد؟ في العهد الجديد. نخاف من جهنم؟ ايوه لازم نخاف من جهنم، المسيح قال كده، خافوا تدخلوا جهنم عشان تبقوا حكمة. واللي ما بيخافش من جهنم يبقى مش حكيم. اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي من جهنم. نعم أقول لكم بمنتهى الإصرار من هذا خاف. يبقى المسيح له المجد مصر على فكرة الخوف، لأن رأس الحكمة مخافة الله. واللي ما يخافش على أبديته مش حكيم، واللي ما يخافش من جهنم يبقى مش حكيم.
يبقى مش حكيم. لأن اللي هيخليك تخاف تغلط خوفك من الدينونة، اللي هيخاف اللي يخليك تخاف تغضب ربنا عشان الدينونة اللي مستنية، يبقى هذا الخوف المقدس هو الحكمة. في ناس مش بتتعامل مع الباب ده خالص، مش صح؟ احنا كل الأبواب توصل. عشان كده كي قال كلمة جميلة في الأمثال، تقول إيه؟ الحكيم يخشى، الحكيم يخشى ويحيد عن الشر، يخاف يغلط، يخاف يأذي نفسه. والجاهل يتصلف ويثق. عارفين ساعات أركب مع أولادي يعني في العربيات، الحقيقة في جيل طلع لنا بيسوق بسرعة زيادة، وأبقى أنا خايف وكلهم يقولوا لي ما تخافش يا ابونا، ببقى عاوز أقول له طب ولو حصل حاجة هتنفعني بإيه كلمة ما تخافش دي بقى؟ يا ابني خاف وسوق على السرعة. الحكيم يخشى ويحيد، طب ما تخاف وتمشي في الصح. انما الجاهل يتصلف، يعني ايه؟ لا انا اقدر امشي على 200 انا. ويثق، يثق، خلي بالكوا يثق ثقة غلط. الثقة هنا انك مش هتغلط، لا هتغلط. في واحد يقول لي انا في العلاقة دي عارف حدودي كويس، لا انت مش، انت واثق في ايه؟ في الشيطان؟ ايه اللي عارف حدودك؟ دي علاقة غلط من اولها. لا تثق في نفسك، خاف، خاف وارجع 10 خطوات. طبعا رابع باب قربنا، باب التواضع. لو تفتكروا احنا قلنا محدش هيحس باحتياج للحكمة قد المتواضع. يعني ايه؟ صدقوني احنا محتاجين الحكمة جدا كلنا بدون استثناء في كل حاجة، بس المشكلة مش حاسين بالاحتياج، مش متخيلين ان احنا تفرق قوي لو عندنا حكمة في الكلام مع الناس، تفرق قوي في الشغل، تفرق جدا في تربية العيال، تفرق جدا في استقرار اي بيت وزواج، تفرق في الخدمة جدا، لان كلمة عن كلمة تودي يمين وتودي شمال. بس كم واحد مدرك بانه ناقص حكمة؟ هي دي التواضع. التواضع ان تدرك ان قد كده احنا ناقصين حكمة. التواضع انك تقف وقفة سليمان، انا صغير، انا لا بعرف ادخل ولا اطلع. خلي بالكوا ده متربي احسن تربية، ابن داود بعد التوبة، يعني بعد التوبة داود ده كان يعني تمام، فيعني متربي على المزامير وعلى التربية وفاهم علوم الدنيا كلها، كان اولى انه يثق بنفسه. لا لا لا، قال انا صغير، انا بعرفش ادخل واطلع. التواضع ده خليه يشوف المسيح وخليه ياخد الحكمة. احنا عاوزين نعترف النهارده قدام نفسنا ان احنا مش حكماء، لانه في آية صريحة بتقول ويل للحكماء في اعين انفسهم. شوف الكلمة قد ايه تخوف، ويل للحكماء في اعين انفسهم. اللي يخليك تعرف انك مش حكيم هي فكرة التواضع. انا يا رب فعلا جاهل، وانا اقدر على الشيطان؟ الشيطان اللي يضحك على قديسين كبار، هعمل نفسي راسي براسه؟ ده يلعب بيا. طبعا انا مش حكيم، وانا افهم ايه في الدنيا دي وخبراتها ومشاكلها، اعرف ايه عن القلوب والناس اللي حواليا، اميز مين صح ومين غلط ازاي؟ لا، ده احنا يعني في الدنيا دي فعلا فقراء في الحكمة جدا. هنا التواضع يديك حكمة. لما تقف قدام ربنا صغير ودايما تطلب تاخد، يبقى نمرة 1 و4 دول قريبين لبعض، لأن مش هيطلب بإلحاح إلا اللي حاسس إنه ناقص، إنه متواضع. عشان كده الآية الجميلة دي، قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان وقبل الكرامة التواضع. حطوا بين جاي الكرامة قبل الحكمة التواضع، لأن احنا قلنا الحكمة تجيب كرامة. لا يخدعن أحد نفسه، ده كلام بولس الرسول، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصير جاهلا لكي يصير حاكم. يعني الواحد يبقى قاعد في قاعده كده ويسكت روحه، يقول انت هتعمل فيها حكيم؟ ما تسمع، ما تتعلم، خليك جاهل عشان تبقى حكيم. جاهل مش معناه سوري يعني تستغبى، يعني لا، جاهل معناها انك تقول انا مش عارف، تعترف ان في حاجات مش عارف وكتير. جاهل تبقى مستعد تتعلم من اي حد الحاجه الصح.
خليك في هذا الوضع عشان تبقى حكيم بجد. شوفوا أمنا العذراء اللي أحد ألقبها كلمة الحكيمة، هي قالت لأنها فاهمة ربنا، من الحكمة أنك تبقى فاهم ربنا كويس، لأنها فاهمة ربنا كويس أوي، قالت هو أصله بص نظر إلى التضاعمات. أنا عارفة هو ليه ميزني، أنا عارفة ليه اختصني بالنعمة دي، أنا أصلي ما فيش ولا حاجة غير أن أنا غلبانة، أنا غلبانة أوي. التضاع هنا بمعنى الغلبة على فكرة، مش بتتكلم هنا عن نفسها كفضيلة اسمها التواضع، لا كانش الكلام كده، أنا غلبانة أوي. فهو بيبص للغلابة أوي، فهو نظر إلى تضاعمته. يا بختك يا أمنا، لو الواحد غلبان أوي كده قدام ربنا يعجب ربنا، ياخد الحكمة وياخد كل حاجة معاه. يقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. لما الواحد يبقى قدام ربنا يتضع تحت يد الله، يوطي رأسه، يعترف بجهله وعجزه، يعتذر لربنا عن كل حاجة غلط في حياته، ده اسمه تواضعه تحت يد الله. ايد ربنا كبيرة قوي، احنا صغيرين. يقوم ربنا يرفعك لما يلاقيك موطي رأسك يرفعك. وربنا يسوع قالها بطريقة جميلة في المثل اللي حكاه، متى دعيت اذهب واتكئ في الموضع الأخير، اقعد ورا، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك يا صديق ارتفع إلى فوق، حينئذ يكون لك مجد أمام المتكئين معك. اقعد ورا، يعني خليك دايما آخر الكل، برضو مش على الكراسي عشان ما حد يتعب، نفسيا داخل نفسك أنت مش حاسس أنك أحسن من الناس دي، بالعكس كل ما يكون إحساسك أنك أقل واحد في الناس دي، من غير صغر نفس، من غير اليأس بقى والبغضة والكلام ده، لا صدق مع النفس، كل الناس دي أحسن مني، الإحساس ده هو اللي يرفعك عند ربنا، هو اللي يخليك حكيم. كم واحد عنده الإحساس ده؟ كم واحد قدر يوصل إنه شايف كل الناس اللي حواليه أنقى وأقدس وأفضل منه؟ وزي ما بقول لكم مش خالص بتاعت بقى إيه الكبت بقى وصغر النفس وإزاي هم يسبقوني، ولا لا ده التانية دي مرض، لا إحساس نقي بسيط كده زي الطفل، لما الطفل يجي هنا ونوقفه قدام الترابيزة يجي له إحساس طبيعي، إيه ده كلهم كبار، فاهمين إزاي؟ يعني إحساس تلقائي أنا صغير. فهو ده بقى الإحساس اللي ربنا عاوزه، إحساس تلقائي بسيط طبيعي أنا أصغر واحد في الناس دي. فلو عندك الإحساس ده أنت كده ماشي صح. الباب الخامس باب التلمذة، قلنا باب الصلاة أطلب الحكمة، باب التوبة صلح نفسك عشان تبقى حكيم، باب الخوف المقدس، باب التواضع، وأخيرا باب التلمذة. باب التلمذة يعني ايه؟ يعني اتعلم. اوعى تفتكر ان احنا مهما قرينا ولا عرفنا اتعلمنا، علم الدنيا يا جماعة مش ما يسواش خالص في السماء، ما يسواش. المعلومات الكتيرة اللي في الدنيا تسوى ايه في السماء؟ ما فيش ملاك واقف على باب السماء بيسألك معاك كم لغة ومعاك شهادات ايه وخدت من جامعة ايه، ما فيش كلام هم ده خالص. هي القصة كلها اتعلم سكة السماء. التلمذة يعني ايه؟ في ناس حكمة كتير سبقونا، طريق السماء طريق الحكماء طريق الحكمة، اللي سبقونا دول ما نتعلم عليهم، اللي سبقونا دول قديسين سبقونا، الكتاب المقدس بكل شخصياته الحلوة، الناس اللي عصرناهم وراحوا السماء، الناس اللي معصرينهم وشايفينهم واخدين السكة صح ولسه ما سبقونا، يعني لسه في الأرض، كل دول عاوزين نتعلم عليهم. انت بتروح في ناس بتبعت عيالها تتعلم في هارفارد وتتعلم عشان ياخدوا الحاجة اللي هي يعني، طب ما احنا عندنا سكة السماء أهم، وعند القديسين، ده احنا كنيستنا غنية بالقديسين وأقوال القديسين، وفي قديسين عايشين كل يوم، طب ما تتعلم، ما تبص حواليك وتتعلم، ما تقرأ الكتب وتتعلم. اللي عايش بنفسية التلميذ طول الوقت، اللي بيتلقى طول الوقت، اللي بيسمع وبيركز طول الوقت، ده حكيم، ده يبقى حكيم. الفهيم يطلب حكمة، يعني دايما في وضع طالب العلم، بس العلم الروحي. يبقى التلمذة طريق للحكم،
طول ما انت تلميذ كل يوم فاتح ودانك كده، النهاردة الدرس زي الآية الجميلة دي، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة يوقظ. كل صباح، كل يوم الصبح يعمل ودنه كده عشان ياخد الدرس، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين مهما كبرت. الآية النهاردة إيه؟ الرسالة النهاردة إيه؟ مين هيعلمني درس النهاردة؟ إيه الموقف اللي هطلع منه بحاجة؟ يوقظ كل صباح، يوقظ لي أذنا لأسمع كالمتعلمين، عشان لما أتكلم أعرف أن أغيث المعيا بكلمة. يبقى اللي بيتعلم كويس يعلم كويس، واللي بيتعلم كويس ينقذ الناس بكلمة لأنه متعلم صح. واللي بيتعلم ده كل صباح مهما قرينا وعرفنا، لا لسه بدري قوي، ده بحر. فإذا باب التلمذة باب للحكمة. طول ما أنت تلميذ يا ابني لا تنسى شريعتي، إحنا بنسمع وبننسى، طب ما نراجع. يحفظ قلبك وصاياي، خلي الكلام جواك. ربنا يسوع عشان عارف إن التلمذة أساس الحياة الروحية وأساس الحكمة الروحية، قال اذهبوا إيه؟ تلمذوا جميع الأمم. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.